صباح النور، صباح الخير. مساء النور، شو رايكم؟ صباح الخير. يما يما العزيزة، هاكو شبعين ضحك اليوم، ما فهمتش واش صرا اليوم، كاين ايفن. الله يدوم الضحك اختي، الله يدوم ضحكتكم ان شاء الله. اخ عليا اللسان راح يحكمني السك. واش راكم؟ اختي جات وحده من دزاير البارح، جابت لبنتي، جابت لها جبيبه، جابت لنا حلوه الطرق. هاي ترى قلت لها تشهيت واش نجي معاك، قلت لها تشهيت حلوة الطرق، جابت لي حلوة الطرق مسكينة، كتر خيرها والله. نقرا شوية قبل ما نبدا. قالي ما عندكش الشهية اختي، قالي ما عندكش الشهية كاع، ما فهمتش. قالي تكملي هكذا تحكمك لانيمي من الله، ما فهمت. بالك وغلط اختي، الطبيب يغلط مع الشاب الجزائري وغلط. بالك اختي، بالك وغلط. انا قلت لكم واش قال لي، عباك وحق بيت ربي، غير راني بواحد لي نوزي. قتلوني اختي، قتلوني 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 قتلوني، راني بواحد الغمه، لو كنت نخرج نس قهوه برا. بالك ما قدرتش اختي، ما قدرتش والله، ما قدرتش واحد. ربي يا حليل يا حليل والله، غير يا حليل، والله غير يا حليل، والله غير يا حليل، والله غير راني بالخ، والله غير راني بالخ. شوفوا والله ماني قادرة، قسم بالله ماني قادرة. عباكم الدوخة 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 قتلتني، الدوخة قتلتني، هلكتني هلكت كاع.
تيبون الناس جدد هكذا يقولوا لنا كاش حاجه نقدر نديرها نتخنق على بالكم حوايج راح نقلعهم ايش حمله كاع هاني مكرفصة تكرفصت خلاص تكرفصت يا يما تكرفصت تكرفصت يا يما ديك الدوخة خا ديك الدوخة تفرميش دار على قلبي ما كليتش الفرماج عندي يومين يا اختي ما كليتش الفرماج عندي يومين يا خا شحال جايني الحليب صامات يا ربي يا ربي الحليب كيفاش راهو صامط يا ربي يا اقسم بالله ثلاثه غير الحليب صامط هاي اقسم بالله كيفاش نحلي فمينا دوكا هاي فهموني كيفاش نحل لازم نقاوم القاوم انا ما يتغلبش عليا انا لازم نحلي فمي ما قدرتش انا ما كاش لي يغلبني انا كاش لي يغلبني ما كاش كاش ما رونديش انا كاش لي يغلبني كاش لي يغلبني حير القيف وما كنتي مازالك تضيع الماكله باليمنى واليسرى روحي ارحم بابك الناس وصلوا للمريخ العجايز تاع 50 سنه راهم يرفدوا في الخيام يولدوا انت قاعدين مازالك اليسرى واليمنى روحي ربي يسهل عليك قولي له الله ياخذك اللي شرى لك التليفون روحي روحي يرحم بابك روحي مازالك تهضري لي كولي باليمنى وكولي باليسرى النساء تاع 50 سنه راهم بالحمل وانت ندبي على سعدك حوسي على اليمنى واليسرى يعطيك غمه غمك ان شاء الله مع الصباح جبتي لي لي فوميسمو راح نزيد عشاك راح نزيد نرد مازال لها تهضر على اليمنى واليسرى روحي وخدك ان شاء الله حق راني نتقلق بزاف ها سمحولي اقسم بالله غتسمحولي بصح اقسم بالله غني نتقلق بزاف يقلقوني على بالك ولاو يقلقوني ولاو يقلقوني انا نهضر على هادي تهضر لك على الماكله باليمنى واليسرى تمسخير تمسخي الفانوسي هيا ديكاش شوفي الحلوه الطرق اللي جابت شحال عندي ما شفتهاش ولا غير جابتها لبنتي البارح اقسم بالله غير راني بالسطر ما تقلقونيش نجيني السطر بالخوف لا دوك نكوبي ديجا قال لي ما زيديش تفتحي قال لي وين يكونوا المتنمرين المتشاغبين قال لي الطبيب ما زيديش تفتحي لهم بنينه يا ربي ما حملتهاش حلوه الطرق يا ربي جاتني مره يا يما يا وختي واش راني نسافري يا وختي جاتني حلوه اخا يا وختي يا وختي اليوم واش تحكمني لانيمي قال لي واش لازم نشرب ناكلها هي هاني وحدي شي دراج حملت اختي برد لي قلبي يما كيفاش حسيتو هبط يا يما كيفاش حسيتو هبط يا يما يا يما يا الوالدين يا الوالدين يا ربي شحال صعيب الشيء ماشي هكذا كان يا يما لساني تقول دخل فيه مدفع يا خ عليا كيفاش سناك يا يما كيفاش دخل فيا مدفع يا يما يا يما تقول مدفع يا اختي مانيش هنا هادي نحس غير الحاله نحسها هكذا بارده بارده هي ما تفشي برد القلب يا اختي عسل النمر مليح يا ولدي من نجيب عسل من نجيب النمر اختي جيبي لي النمر اون بيرسون نربيه عندي في الدار عندي بلاصه اختي لا كاين العسل تاع النمر اختي يخرج عليا النمر غير جيبيهوني نموت على النمورة السبوعة توسكي والسبع زهرتو واعرة اختي جيبي لنا النمر مين نجيب لك النمورة اختي جيبي لي النمر دوكا نربيه ونخرج العسل تاعو بسم الله الرحمن الرحيم شهيدكم في الجنة اختي راح تحكمني لانيمي الله قال لي الطبيب
قال لي لا الطبيب لازم هاي لك نتورني يعزك في راسك. هذا وين جيت عند الطبيب هاي الورقه دوك نوري لك اختي هاي صاكيها وليك وين علقتو كل راسك ويا ما تكون ان شاء الله نتوما نهار كاع نتو تورني 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 فارغه شغل انا انا ها شوفوا كي يخرج لي حاشاكم لي لك اي اخو انا اخ يبروبوزاو لي دي غون وما قبلتش في الضامه وما قبلتش لازم نرجعها حلوه مانيش نستبن نفس يما راني نستبن يا وختي يا وختي واش ندير دوك حاولي تاكلي وحاني نحاول اختي ورا الصح حق هاد العهد غير حبس لينا قلبي قلبي راه منفوخ كاع قالك حلوه الطرق انا هضرت مع وحده قالت لي ما كاش كيما حلوه الطرق هاي مليحة شوية هكذا مليحة شوية هكذا مليح هكذا جا شوية راه شوية حلو أو صافا شوية حلو اختي جاتني شويه كحله جاتني شويه كحله ما قدرت لهاش جاتني شويه كحله اختي ما قدرت لهاش جاتني شويه كحله ما نحبهاش كحله اختي نحبها بيضه ايما جاتني شويه كحله جاتني شويه كحله ايما راني بيضتها هكذا بيضه صافا مريضه وعلاش قال لي لازم تاكلي مع الناس اللي يحبوك قال لي لازم قلت لكم نروح نقول لكم الطبيب قال لي لازم باش تفتح لك الشهيه لازم تقل لازم توجور تكوني مع ناس يحبوك يشجعوك على الاكل راني نستنى نشوف لي كومونت اللي يشجعوني ما شاء الله عليهم علاش راكي تاكلي والله انت رحمه اللايف مريضه واللايف انا راني في الغربه لو كان مانيش في الغربه كان راني مع ميمتي دوكا فهمتي زينه الو الطبيب قال لي لازم تشوفي ناس يفتحوا لك الشهيه هنا في الدار ما يفتحوا لي الشهيه اختي هنا في الدار يغلقوها لي اختي يحبوا غير الشحم والحونة ما نحبش الشحم كرهت الشحم انا نستناكم تفتحوا لي الشهيه اختي كل يوم لايف دوك وين نفس نفتح لايف قال لي لازم تكوني مع ناس يفتحوا لك الشهيه قلت له ما كاش كيما الشعب الشعب الجزائري يفتح الشهيه صبريتي خو قلت له شعبنا يفتح الشهيه سون بيتي
على واش خصو انا كلاس ونخدم محتوى شباب؟ واش خص حياتي كاع وانا نقدم محتوى شباب ب 12 سنه وانا نقدم؟ دوك نفتح لك، دوك ندير لك في الميموري، دوك نحط لك اللايف تاع العام اللي فات نخدم في الكارطون قلبتها معاكم جينيرال. على واش راكي تشوفيني ندير؟ وشنو هو كاسكو سي محتوى عندك؟ محتوى نقي. اذا روح واحد للجزائر يجيبوا لي الشيف يحطوهم كي الخيال ويجوا المذيعات يديروا ديفيلي دمود، واش من محتوى اختي راكي تهضري معاه مع الشعب الجزائري؟ انا ديسيديت كي نطلع ندير واش في راسي. ما عجبكش الحال رفدي حكايتك وروحي تسالي محتوى شباب ونقي عليها. كي تشوفي فيني راكي تشوفي فيا نشطح لك الرقص الشرقي ولا ندير لك ايميسيون صباح يمنا. روحي دزي معاهم يا اختي انت والمحتوى تاعك. على انتوما واش تبعوا ناركا وانتوما كونكورونس؟ قد ما واحد يطيب لك روحي شوفي لالاتك المريضة، روحي شوفي لالاتك فلانة، روحي أمي شوفي لالاتك أم شيماء، روحي شوفي لالاتك أم زينب، روحي شوفي لالاتك الأخيرة، روحي أنت ما عندكش علاقة خليك مع الصالي وأختك من السكري، روحي ما علموكش ديري أنت جاية تونتيش طب طب. عيشي الحالة وغلقي فمك أختي، عيشي الحالة وغلقي فمك، عيشيها مليح. في عمري 46 سنة أختي، وكي يكون نشار الكتب يكون 47، احنا الحق 47 هذيك هي حسبي. من العام جيت نكون 47 سنة. ما عجبنيش هاد الحليب. مش دير واحد اخر يتحل في فمها محتوى محتوى بقلاوة. ندير الحليب كيما في الجزائر اصبح ربي لله. هذا بالك نستبنو خير جواب في الصواب، جواب في الصواب اختي. في الجزائر يجيبوك شاف قالوا لك ديري شاف سبيك خين دي في لي دموند ويفيق تقول لك روحي جيبي لي الملح روحي جيبي لي السكر. يا مشو نتوما 12 سنة وانا سيريوز معاكم، 12 سنة ونقصر ونلعب وعمري ما حوصت على حاجة بلوس. نهار حبيت نخدم بلادي والميور شاف هي انا في الجزائر يجيبو غير المكرفسات وداينها كاع عقابي. اللي يحب يتبعني يضحك ويلعب رانا هنا ونطيبو وناكلو. واللي تحبي المحتوى روحي دزي عند صحاب المحتوى وصحاب لي كوموند وصحاب والحب صحاب صحاب البوكسور في مور الشاشه وفي الشاشه. الله الله جلابه هكذا اختي تربى عليك هكذا ومن بعد مور الشاشه تروح تلبس لك البوكسور وتدور به. هيا ديك ترجعي يا اختي انتي والمحتوى تاعك. روحي ما تطلعينيش في راسي مع الصباح مانيش مليحه مانيش حابه ما با تخرج لي كشماره. روحي عليا اختي. هيا وين حطت لي القهوه؟ اقسم بالله العظيم غير رحلت لي الدار كومبلي. هيا وين حطت واسمهم تاع القهوه؟ هيا دوكا لولو يا وختي وين حطت القهوه؟ ايه ما كانش لازم نقولها نقي لا لا عليك اخوتي. اوه يا ام العزيزة نحي على القلب. هذه هي اختي نقعدوا مع الصباح نحو على القلب على روحنا. ني محتوى ني زمر من جميع وحداتك ولا عندها محتوى. جيت ندب على راسها تحط لكم بصله وطوماطيشه ويولي عندها محتوى. ما تمسخري بيا انت هذو صحاب محتوى اختي صحاب الباتيسري والخرطي ولا يلبسوا لك. روحوا شوفوا صحاب المحتوى شويه ويا جد عسو غير في جدي هنايا.
جدي ما طلقوا تلفزيون، ما طلقوا فيسبوك، ما تلقوا تيك توك، ما تلقوا فيسبوك، ما تلقوا تلفزيون، ما تلقوا والو. اختي وجو تحوسوا عليا، ايا روحي ربي يسهل عليك. طلعي لينا في راسي مع الصباح ديجا، شوفي شحال مخطرانوط انا راسي يما، غير ما تروح هرب قلبي من لا كولور فيغ يا اختي، هرب قلبي من لا كولور فيغ، هرب قلبي من لا كولور فيغ. قال لي طبيب الحاجه لي هرب قلبك منها، قال لي طبيب الحاجه لي هرب قلبك منها ما ديريهاش، قال لي الطبيب الحاجه لي هرب قلبك منها ما ديريهاش، هرب قلبي من الخضر، هرب قلبي من الخضر. ما قدرتش اختي، ما قدرتش، ما نبان ريسبيري، اقسم بالله ماني نقدر نريسبيري، اقسم بالله عندي اللي عندي الحاله ما راهيش مليحه اختي. جبت المغرف الكبيرة، لازمني المغرف الكبير اختي. يا ربي تخرج بنينة يا ربي، لازم تسيي اختي، ما تشكيش شكوى لعبد فضيحة اختي. انت عليك المكونات هادو كاع تكونوا عندك اختي. اختي هرب قلبي، هرب قلبي، هرب قلبي، هرب هرب قلبي، هرب انا درتها شابة اختي. فيف الحليب اختي، نعبو هاد لي كابسول تاع ودني دخت. ما شاء الله عليها مرا متربية، ما طبخ في كلاب. شتي اختي ما درت لهم والو اختي، هاني قاعدة نقصر معاكم. ديت وليدي لمسيد، رحت عند الطبيب عاودت وليت، شريت كرواسون، شريت حليب، شريت وجيت نقعد في رحمة ربي مع بنات بلادي، نقصر نضحك كيما الدنيا كاع كيتفتح وتقصر وكاع. يا اختي شوفوا غير في زوج يحوسوا عليا انايا، اي دارت تاي فعلت تاي ندبت. اختي راسي اختي، خليت لك المحتوى ليك، تحبي طيبي لي غوسات هام الهيكا، وراني جاية لي غوسات نوري لكم. ما كاين كوكي، كاين واحد يكون مام تعبان ومريض وسون بيتي، ما عنديش مشكل، تجيش تخلطي فيا مع الصباح بنينة. هاد القهوة تهبل، هاد القهوة تهبل تهبل تهبل. نسكافي أزرق بزاف، هاي لكن طحوا لوروب جيبو اختي. خليتي عندي طوع، عندي وليدي في عمرو، وليدي في عمرو تيمو في عمرو راح يدير 6 سنين، فهمتي حنونتي، ودو كان في عمري 45 سنة. ما كيش تشوفي فيا يعني فرم فرمشة ولا كولي التمر اختي، والله غير مقابلني دوك ناكل. يمكن نكمل نجيب التمر، يمكن نكمل نجيب التمر اختي، ناكل التمر، ناكل تمر حنوتي، ولا ناكل تمر، ولا غير نط مصروعة بالجوع. ما تعشيتش البارح، شتو واش كليت معاكم من الفطور؟ كليت معاكم 5 حبات تمر، تبعت السنة البارح، رقدت غير رقدت 5 تمرات. اي ما او لا لا جادور. ممثلة اسمو على قالوك عليا انا كتوفيا كاش واحد حقاني، وجيت نحكي لك انا في هاد البلاد ما كاش لي حقاني، انا ما كاش لي حقاني اختي. هاكي غلطة ما تشبهيني لحتى وحدة، حنا غير الضحك واللعب وكارت، وهاد الشيء كاع راح تستفادوا منه. ورحمه الحاج ابراهيم غير محتوى، انتو برك ما راكوش مارقين، لو كان تخدموا عقلكم شويه تا
تعرفوا بلي الشيء اللي راهو يصرى كاع محتوى حق بيت ربي. باش تتفتح لك الشهيه لازم لكم تقابلوا غير الناس الملاح مع الصباح، وما تنكديش على روحك. يعني انت كي تكوني في هذا الوضع لازمك ما لازمك ستريس، اي شيء قلقك بعد عليك. فهمتوا؟ ما تقولي راني نواسمو، ما تقولي راني راح نموت، ما تقولي ما عنديش الشهيه ناكل. الشهيه كي تقابلي ناس بالقلوب هكذا يبعثوا لك القلوبه، شوفي وحدها تفتح الشهيه. شوفي شوفي كي نشوف القلوبه. ها طيب الوصفه تاعك تاع الباذنجان، يا وختي شاهدتني في الباذنجان، يا وختي يا وختي شاهدتني في الباذنجان. اليوم يسموني موساكا يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي. قالت لي عجبتني الوصفه تاعك تاع الباذنجان يا ميمتي يا ميمتي، شهاتني في الباذنجان مع الصباح. ورا سميمتي يا لولو غير اليوم طيبيني باذنجان، شهاتني في الباذنجان اليوم ناكلو، ماشي نقعد نقول شهيتيني وما نقدرش شهيتيني وراني نموت. وراس يما العزيزه غير اليوم يسمونا باذنجان، شهاتني بالباذنجان خلاص، شهاتني بالباذنجان خلاص، قتلتني قتلتني بنت بلادي. الله يعطيك الربحش يا يما الموساكا كي شمع السلا اختي يا يما، وتضربها لي بالتفرميج والبيو يا يما. نروح نجيب فيونداشي، عندي فيونداشي نزيد عليها يا يما، نروح نجيب شويه فيونداشي ونزيد ندير يا عمري. دوك نروح نجيب الباذنجان. قالت لي جربت الوصفات تاعك تاع الباذنجان ذبحتني يا اختي. تحل بنينه من يوم سموني هذه امريكانو حق هذا عاد غير بنينه. اولو لو 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 يا خا كيفاش شهاتني ولا سيما العزيزه غير اليوم يسمونا باذنجان ذبحتني 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 اختي. انا ما نعرفش هذيك شهيتيني وراح نموت ومن بعد مسكينه على شهيتيها. قالتلي تقيلة راني خفيفة اختي، راكي تشوفي خشاني خفيفة. شوف سمعتها تقيلة هاكي تضحكي عليا تقيلة، راني خفيفة اختي والله ما سمنت راني مليحة. قالتلي كي تقيلة ماني لابسة والو، راني لابسة غير جبة خفيفة. انتي تعرفو غير حلان فم البارح وانتو كنت تقيلة تقيلة، راني لابسة جبة خفيفة اختي، ها ما فيها والو ها، وراسي ما غير خفيفة. حركتو لي راسي من البارح وانتو ما حتحكمني راني ميس. قلت لي غلقي فمك. قالت لازم تكتري لي كرواسون. اليوم نطيبو وصفة تاع الباذنجالة ان شاء الله. والله غير صح واش راكي تقولي، تفتحي الشهيه نموت عليك فازو ربي يحفظك لينا ان شاء الله. اختي لازم تقابلي الناس اللي يفتحوا لك الشهيه فهمتوا، ويعطوكم الحاجات غير البوزيتيف الحاجات الايجابيه، الناس السلبيين كاع نحي جدهم من حياتك اقسم بالله. اللي يوقفوا لك في ماكلتك، اللي يعسوا فيك، اللي يكثروا الهضره، اللي كرهت جدهم. انا ما عندي ني حبيب ني ولي، كرهتهم كاع دوكا، ني كره الدنيا كاع اقسم بالله ماني حملة حد.
حال بنينه ديروا بارطاج البنات عيشوا جيبوا لنا ناس جداد يفيدونا انا وراسك كاين عباد كاليتا يا ربي وسع شكو تقولو نسرين كي تشوف ناكلو نشبع انا اختي كل وحده كيفاش ميرسي بوكو بور لو كور ميرسي بوكو ما شيري كريمه شايب ربي يحفظك اختي العزيزه بارك الله ميرسي اختي لاباس ربي يشافيك واش راكو دايرين نتوما سقهويتو واش درتو فيها صباح الفل صباح النور عباكم الله ما قدرت شويه نفس جاب لي ربي نخرج برا شويه هو ما قدرتش نقعد هنا
نروح نخرج شويه برا، ما قدرتش والله ما قدرت والله. صبروا صبروا، خرجتكم معايا الحوسه الحلو الشباب. اختي ما قدرتش، سنان بس بيستاتي نديكم تخرجوا شويه، كاين غير شبعنا تقادل. ما قدرت اختي والله ما قدرت، بس نسقم لكم دقيقه البلاصه ونجي. شوف تليفون الاخر ما كاش منها بالعاني تكذب، ومن بعد كاين كذب اختي، ها جيت دي ومن بعد كاين كذب. واش اثرت فيك يا سيدي؟ اني نكذب علم ماش اني نكذب، ما فهمتش. قلت لك الطبيب على الانيمي، الطبيب قال لي عندك الانيمي، الانيمي يكذبوا فيها. والله ماني فاهمه اختي، هاني نكذب وانتي وعلاه؟ علاه راك تتعذب اختي؟ ها علاش كنت تعذبوا لعبد ما يمرضش ولا كيفاه؟ قال لي الطبيب دفي روحك مليح. ام بناتي ام بناتي مسكينه مقهوره، ام بناتي هديه اي قعدات مسخر بيك. راكم تقولوا لي بس كلي عندك كامل واش كتبتي عندي؟ الله يرحم صحانا انت محمد الضيق يا نفس، قتلني تخت والله غير قتلني الدوخه. لازم يضربني الهواء، نروح نمشي شويه اختي. نروحو نقعدو هنايا، نقعدكم هنايا، نروحو نقعدو لهيك، قعدو معايا لهيك. قعدوا معايا ليك نقصروا شويه. لازمني الهواء ومسيا، الحمد لله كي نحوس على الهواء، الهواء راه غير هنا، ماشي لازم نروح ودوني وكاع. نفس شوي.
نفس. الغراب جا، الغراب اختي جا، الغراب يغرب علينا اختي. اوف، نقعدوا منا ولا منا؟ مين تحبوا تقعدوا منا؟ تقعد نقعدوا هنايا ولا نقعدوا لهيكا؟ وين تحبوا تقعدوا؟ هيا هيا نقعدوا هنا اختي، معليش هيا نجيبكم هنا اختي تقعدوا. هيا ما اوف، نقعد معكم هنا شويه. راني من لازم وحق الله غير راني طالعه نرقد مليح والله. نوض الصباح بكري صح، اقسم بالله غير راني في حاله اختي، والله يا اختي غير راني في حاله، والله والله العظيم غير راني مريضه. كاين حاجات بزاف خصوني اليوم، لازم نروح ندير شوبينغ، لازم قضيان انا وباك. ماما تقولي لي جا لاني مي معاونة غير جربتها بنتي. ايه بصح لاني مي مع واسمو كي تعرفي ماشي مليحة، لاني مي مع هكدا وهكدا ماشي مليحة اختي، لا ما مليحة. قال لي بالك تحكمك ماشي كانت تكملي هكدا، قال لي باسكو ما كاينش تاكلي. قلت له انا والله غير راني ناكل، البنات هاكو شايفيني مانيش ناكل يا اخي، كنت تشوفوني. قلت له روح سقسيهم، قلت له لا تحب نفتح لك لايف دوكا وسقسي البنات لاني ناكل. قال لي ما كان له، ما عجبتنيش القعده هنا بزاف، راني نتوحد ما قدرتش ما قدرتش، ما عجبتنيش القعده هنا اختي، والله ما عجبتني القعده هنا اختي، ما عجبتنيش القعده هنا اختي، والله ما عجبتني القعده هنا اختي، ما عجبتنيش القعده هنا. هذا هو عاد يصرى فيك قالك بعد على كبر، قالك على كبر هكذا يصرى فيك، لعجب ما يعجبكش قالك. انا هما قالوا، انا قالوا لك لعجب ما يعجبش، قلت خلاص لا لعجب ما يعجبناش اختي. قال لي طلقي رجلك هكذا، قال لي كي تقعدي طلقي روحك مليح. اخ ندير كيما قال لي الطبيب، اي قال لي بالسيركيلاسيون تاع الدم تمشي، قال لي الدم باش يمشي. البرد اختي يعني برا البرد سكت به، هنا راهي بروده ما نقدرش نعري اختي، نمرض ماشي مليح ليا، المرض لا غريب وكاع والله ما مليح ليا اختي. ماشي ما قمام تليفون ما نقدرش نشدو، تحكم لي لانيمي التليفون ما نشدوش لانيمي، راسي ما غير لانيمي اختي. راسي يدخل الهواء، يدخل لي البرد اختي، حد ما خير من حد اختي. تتوحموا كاع نتوحموا، شي ماشي مشكل. اي ما نطلق روحي معاكم كي ما نطلقش روحي مع بنات بلادي، مع من نطلق روحي بنات بلادي اللي رفدوني. يا عمري يا عمري كي يقولوا لي شكون رفدك نقول لهم بنات بلادي. يا عمري بنات بلادي كي شرفدوني فتحنا لاي كوزينا، فتحوا في الكوزينه، فتحنا في الصالون، فتحوا في الصالون، فتحنا في الواسم، هيا فتحوا في الجاردان، رانا في الجاردان اختي مكسلين مع الشعب. هيا المخيرات فتح في الجاردان، هيا هيا خلاص خلينا لكم ليكم الكوزينه وخلينا الصالون، رانا قاعدين في الجنان اختي. هاي خلينا لكم المحتوى، خلي فانتي كلاس، خلينا لكم كلش اختي. اوليكم المحتوى يا المحتوى. حره اختي حره، واحد ما يحكم فيك، انا فيك انت اختي.
واحد ما يحكم فيك خو عباس يسيل. اي ليكم المحتوى يا المحتوى، اي ليكم المحتوى، خلوهم يعلقوا لكم الاعلام. وليكم المحتوى يا المحتوى. يا خرجوا الشارع دا خرجوا. اي مش حتحلالي معاكم، نموت عليكم حق الله، نموت عليكم يا اللي تحبوا الفرفشه. لا طب طب ودلع لا يقول لنا تغيرت عليه. اقسم بالله ماني سامعة بحد، واش غضباني دز. اي يعني كي تلتم. وراهو حاوستو ما حملتوش، قلت له ديغاج دي شي موا. حاوستو عود ديالك، حاوستو اختي. ما بدي شبه، انا ما بدي. قلت له فولكان، انا حابه الزين الالماني يا قلت له انا حابه الزين الالماني فولكان فاشي تا مامون. ما كانش مسكين، وكلته في رمضان وبعد حاوستو مصبع وانتي وراه حاوستو اختي. أنا وحدي يا اخي، انتو تحبوا المراه وحدها كان يقلقكم اختي، ما كان يعوني ودني بطلناه. انتو ما تحبوش عو، ما كاش عو، بطل نحيناه، نحيتو على جالكم. انا في سبيلكم ندير كلش. حاوستو اختي. يو شكون اللي تبعد في ليزيتوال؟ فيروز عمر يا ربي يحفظك اختي. لو كان تشوفوا ليزيتوال شحال ينحوا لي ليزيتوال يساعد. شوفوا ما قالوا لي ليزيتوال، قالوا لي لي زيتوال يطلعوا لك لانيمي، يهبطوها كاع لانيمي ينحوها. انا قال لي الطبيب قولي لهم يبعثوا لك لي زيتوال، قال لي لي زيتوال ينحوا لك كاع يديك المرض. قال لي جوزيها خفيف ظريف. استنى نطلق روحي. كنت احنا نلعب بالرول تاع الجويده، ما نعرفش شكون جويده، بصح كانوا راح يعطوني غول شغل دلاله، دلاله في تاع دلاله في تاع الذهب. اقسم بالله سارة الكاتبة سارة اون 2022، باسكو الفيلم تاع الضامة مكتوب صافي عنده 30 و 4 سنين ملي دارته سارة. المخرجة الكاتبة السيناريو حبيبتي اللي كنت ندير تصاورها وانتو تعسوا غير في السروال ديالها، واش لابسة السروال باش مع هذاك لاكتوغ. عندي ما كانش عطوني، كانوا قالت لي نعطيك غول كيما هذا، وكان كنت راح ندير تاني كادوك فوازير تمسخير هذوك وخ. ما حبيتش اختي، ما عجبنيش الراجل اللي جابوا لي، حق الله ما عجبني لاكتور. جابوا لي هذاك الخشين الكبير هذاك اللي يلعب السلطان، شفتو جاوني لي فوميسمون، وكيما راني دوك ما تقبلتش ما قدرتش، جاوني لي فوميسمون حق الله. جابوا لي اكتور يخلع ورا السيما، قلت له ما نقدرش امبوسيبل. جاوني لي فوميسمون، مي ما عرفت شكون هادي جاويده اختي، والله ما عرفتها قسما بالله ما عرفت. نعرف غير جاويده تاع بيلكور مسكينه رمات روحها متاقه. يما كي راكي طاطا، والله غير مليحه اختي. يما 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 قريب تكسر التليفون مسكين. يما جاب لي ربي ندنيكم شويه لعندي، راكو بعاد هكذا مساكن، والله ما تحلالي كي تكونوا بعاد. فيروز ميرسي بوكو بور لي زيتوال، حنونتي لي فيروز كاع لاباس بيهم. انا عندي ما كوزين فيروز لاباس بيها سون بيتي، عندها الدراهم عندها كلش. لي فيروز كاع لاباس بيهم. وجهها وان برا وحك مني لي بوفي تشالور برا، ودوك يضربني الهوا قسما بالله. والله ما فهمنا الله ما فهمنا اذا دخلت يا اختي انت علاش كي تمرضي تحوسي تفهمي لا يتخرط ولا دوك. انا لو كان راني نخرط ولا مانيش نخرط فاش حيزيد لك؟ انا حبيت نعالجكم دوك. الطبيب ما عندكمش طبيب انتو، السوشيال ميديا ما عندكمش طبيب.
دوك انت دوك انا راني نخرط ولا صح فاش حيدك راح نجيب لك تربي ولا راح نجيب لك تبدلي لي كوش ولا راح نجيب لك تبدلي لي تبدلي لي بومبيرس وديري لي لانجيت ولا راح نوضك ديري بيبران باسكو ما كاش الحليب الحليب ما كاش خلاص اموناج ما كاش الحليب غير اس جولد ولا نسيت اسمه والله ابتي مالو كاع ما كاش دوك الحليب ما كاش كاع بز راح نجيبك تربي مرضي اختي انا جبك تردي هذيك حاجه واحده اخرى بدي يرفدي لي همي من دوك فؤاد مسكين ربي هذيك يا بنت الناس واش خصك فؤاد جيت تمحلس عليا كاين انا واحد مازال يدير بروفيل تاعو التصويره تاع نوادر يا خويا الجيعان خو كاين راجل يدير التصويره تاع نوادر حق بيت ربي غير عندي 60 بيرا وغير الماركه غير الماركه اختها بصح عمري ما صور نوادر ونحطها فوتو بروفيل خي كافي يا اخي يا اختي جيحت وراكي قاعده تشوفي واش دخلك تحبين نقعد نندب تحبين نندب مانيش نندب اختي ما عجبكش خرجتك للحديقه واش راكي تحوسي عندي هايا نقصروا بصلاه النبي واش حبيتو نوض نهمبر ما نهمبرش اختي ما عنديش تهمبر في الدار واش تحبيني ندير حكي تقول جيح فاش جيحت اختي قولوا لي واسمكم اني شابه شتوا هادوك هما رانيا هادوك هما تاع الكبر والانقطاع وهذاك الشيء كيما قلتي اختي كيما قلتي يا الطبيب عروه كيما قلتي وين جايه انت جايه بيرتوتا ولا وين العياده تاعك اعطيني العياده تاعك باش ندير لك شويه عليها اشهار هاد اللي بوفي الشرق جايين من عدس العدس ما نعرفش واش معناتها واش معناتها ديك كتبت لي عاد سريه وشنو هي دي السريه والله ما فهمت وحق هاد العاد غير كاين عفايس بزاف قالت لي ليا السريه السريه والله ما فهمت اختي عاد السريه عاد كتبت لي العاده السريه والله ما فهمت وسين الياس فهمتو سمني ياس وش من انقطاع لها عاد السريه والله ما فهمت اختي وراسي ما غير راكي تلفتيها لي يا خو ما فهمت اختي هذا السر والسرية أنا ما فهم الله ما فهمت وش كتبت هذه مريضة كاع حق الله غير رحتو فيها اسمها تقول زعما أنا كبرت ما عليش عدوة المرأة هي المرأة جي كونفيغ نستعرب بيختي عدوة اللي تكون مداصرتهم أنا عباد كيما هادو أو باش ما يدوروش كاع وين ندور أنا ندور غير وين الليكس هادو مساكن يدورو في اللايف نخلوهم يقعدو يدورو مساكن يعبرو او ما عندهم اوكين بيرسوناليتي ما عندهم حتى شخصية باسكو لو كان جا عندهم اي حكم في ديورهم بالك النفس كي تجي تنفس يقولها عروس عجوزتها خارجة فيها الواساتها خارجين فيها راجلها بعد ما يحلبهاش كاع حنا نهاري سي ما حبش ما نحلبوش انتي مسكينة تقعدي ما عندك حتى سيطرة اي تجي تبرد في فازو خليها تبرد في الفازو لازم نتعلم منك فن التجارة صبت باش نقدر نعيش مع ناس داري طاطا هاي قلت لك شتو ها قالت لك نتعلم منك باش نعيش مع ناس هادي ما خرجت لكم داي داي ها هاي خرجت لكم داي داي قالتها لكم من الاخر قسما بالله ها يا انا ضربتهم كاع بالرونفو اختي اكيد تشوفي حنونه واسمو حق هاد العهد إنسانة طيبة وحنونة ونحب كاع الناس والحمد لله رب مهنية خلاص أنا حياتي مطراسية ودرتها وكملتها ماني سامعة بحتى واحد ني قريب ني بعيد أختي واحد ما ويجي عندي ولادي عندي داري ودح على الدح فيسبوك ما عجبكمش الحق الحال ديماري رفدوا كابتكم وروحوا اللي تحب تجي تقصر وتضحك اللهم بارك نبحث أضربيهم كاع مود دوك راني دايرة شوف تليفوني من اللي رحت للجزائر على جال هذوك اللي قاعدين يعيطوا هذوك تاع اصحاب الخرطي التلفزيونات القنوات الفاشله درت معاهم مود نو با ديرونجي حق هاد العهد وربي شهد ملي جيت متزاير وانا دايراتهم اقسم بالله قلت لها دلال عندي تي من نهار نكزيستي من نهار خرج الايفون وانا به
نعرف ندير مود دافيوم ما نعرفش هذيك نو با ديرونجي. دارت لي هذيك الهلاله ملي جيت لهاد البلاد وانا بالهلاله كي يخرج لي ابل اون ابسونس لي تنفح لي نعاود له لي ما تنفحليش ما نعاودلوش. من الاخر اختي انا يجي مرضوني الغاشي انتي مريضه انتي مريضه انسان عطاها ربي ما يخصني والو يجي مرضوني الناس انتي مريضه خليهم يتوجعوا. وحق هاد النعمه يا البنات فمي كاع راهو صامت فمي كاع راهو صامت يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي فمي كاع راهو صامت يا ربي زادوا الصماط اختي. يما يا يما 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 قتلوني لي كلاخ فمي صامت صامت كارثه. نقولكم فمي صامت هاكو الضحكو نتوما ركتوها على بالك بالك هاكو الضحكو روطار شتو ولا غير سمحوا لي. هيما 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 كلنا نكبر واحد ما راح يبقى صغير صح. شتيهم زلفة ادم ما فهمتش اختي مزلفين هادو ما يا زلفة واش بيهم هادو اختي جاهم على الكبر اختي قتلهم. شوفي كبيره ويشكو يشكو يشكو يتبعوا فيا الصوبيتي يتبعوني اجور دقيها في عمرها 22 سنه تموت عليا وتبعني وتلبس كيمانه وتعاندني كاع في اللبسه يعاندوني يموتوا على اللبسه تاعي. شريت واحد الترينس تشوفوها تهبلوا راح تلحق واحد النايك يا اختي سكت صغير لازمني موديل جديد. هاد خطره الطبيب قال لي ما لازمش تزيري على اللبسه الطبيب فيروز عمري ربي يحفظك اختي ميرسي بور لي زيتوال روحي روحي وانتي رابحه فيروز ميرسي يا عمري مسكينه يتبعت غير في الخمسين يا عمري ربي يحفظك بور لي 500 ايطوال فيروز فيروز فيروز. الطبيب قال لي ما لازمش تزيري قال لي الروبات قال لي شوفي الطبيب اروح نقول لكم شوفوا هكذا شوفوا الطبيب قال لي ما تلبسيش الروبات الطبيب قال لي الروبات يزيروك الطبيب قال لي الروبات يزيروك قال لي الروبات الهواء ما لازمش قلت له نلبس الروبات قال لي ما تلبسيش الهواء ومن بعد قلت له السراول قال لي السراول يزيروك السراول يزيروني قلت له واش ندير يا طبيب قال لي شري تريكوات هنا قال لي خلي لي سباس شري هذوك تريكوات له قال لي ومن بعد لبسي هذوك واسمهم لي مخدومين مخدومين قال لي لبسي غير هذوك قال لي ما تلبسيش قال لي لبسي غير هذوك لي سيكليست هذوك كيما لي فيزو تفهموا لي فيزو قصار قال لي لبسي لي فيزو لبسي لهم تريكوات قصار راني كومونديت هذوك تريكوات كومونديت تريكوات كاع هنا باش نخلي كاع لي سباس ندير لي سباس ومن بعد نديسيني هنا حنش بالحنه هادي يقول لك تاع الكبر هادي اختي حنا رانا في 46 سنه ما تتعاوج قالوا لي الحاجات كاع اللي ما درتيهاش مع الاول ديريهم دوكا الوغ راح نولي نلبس تريكوات كاع يتيك هنا هذا كاع يتيك نخليها لي سباس ومن بعد ندير حنش بالحنه ما نقدرش ندير طاتو انا تشهيت طاتو شحال انا عندي شحال وانا 25 سنه وخالف النصارى واليهود عندي 25 سنه في هذه البلاد عمري ما درت كيماهم اختي بصح هاد الخطره تشهيت قال لك لا حول ولا قوه الا بالله غالب قال لك تشهي ما عندك ما ديري قال لك تشهيت طاتو اختي راح نديرو بالحنه راح ندير طاتو بالحنه نديرو يهبل ندير حنش ندير حنش كيما تاع هيفا وهبي حد ما خم نحطو هنا يا اختي ماشي صح ونلبس معاهم لي فيزو من تحت باش نحس روحي خفيفه من غير هدوم 500 ايطوال اون فوا بعتيني الزمر شيري ما بعتيني 500 ايطوال ني ودني بعتتني 500 ايطوال المراه فيروز انتوما مش حاحات اختي مزيرات انا قلت بالك تعاونوني في الجهاز وقاعدك شويه لي بيبغون شويه حليب شويه ما راكم بنتو كانوا ماما تضربوا 9 شهور وتبعتوا في لي زيطوال راهي رايحه نولي سبار بو سبار ب
بوحي واش من الله ما فهمت واش كتبتي يابا راك رايحه تولي زبر بوحي والله ما فهمت زبر بوحي ها نوت عليه الطبيب ديالك ستيليست انا طبيب هو انا طبيب هو قال انا ما ناخذ راي حتى واحد انا ناخذ راي غير طبيب انا اقسم بالله العظيم واحد او زوف لا ربي حفظك اختي انا دوك نبدا نخبي فيها مراسي ماما نتوشي هاد لي زيتوال نخلي حق اختي هاكي تعرفي الانجليز الانجليز هنا ما تاكليش حق حتى واحد اختي زيد توقف لي فوق القيامه يوم القيامه توقف لي هاد لي زيتوال انا قلت لكم يروحوا لي بيبرون قاعدك صافي نخبيهم حتى يلحقوا وقت لي بيبرون الله يفاز مشتي من قلب الفيسبوك عندك يعدي بكها والله يا فازوش اليوم قلبوا الفيسبوك بد ما كادك نافير شفتي عندك يعدي ما عندك حتى واحد يعديني انا حياتي كاع بلا هكذا انا هاد الشيء قاعدك راح تخم الله خير تعرفوا بلي هو درس حلو فيروز عمري ربي يحفظك اختي درس حلو حلو انا اقسم بالله غير راني في المحتوى ورحمة الحاج ابراهيم يا العزيزة غير راني في المحتوى شكون يعدوني انت هادو اللي راه يتعلموا من عندي اقسم بالله غير يتعلموا من عندي اقسم بالله غير يفلوا اللايف غدوة ياكلوا حاجة حاجة ناكلها ياكلوا كيما هي انت مريضة اختي كاين عباد راني ندرب فيهم باش يفتحوا لايف انت تقولي لي تعاندي اش بك يفازوا خبرة 12 سنة شوفي نفتح لايف اقسم بالله ما نحسب له حساب اقسم غير عمري ما فتحت لايف وعلى بالي واش حنقول البارح فتحت لكم لايف اقسم بالله كي جيت ناكل جيت احنا جبت لكم واحد السوجي على حساب ردة الفعل ديالكم نقلب كاع السوجي قلبت السوجي في دقيقة ربي كوبيت اللايف الاول خرجت برا عاودت من قلت اقسم بالله غنفتح لهم اللايف الاول قلب اللايف الثاني اللايف الثاني قلب اللايف الاول الله غالب سامر شو انا شوفي الواحد اللي يدير حسابات عمره ما ينجح انا انسانه حق الله ما ندير حسابات قلت لكم طفيت اللايف الاول البارح ما على باليش قعدت هنا حليت لكم اللايف الدوزيام اللايف الدوزيام دار ضجه قد الدنيا اكثر من الاول نكاتيف اختي من عند ربي اختي نبعث لك طمينه والله غير دارت لي ممتي العزيزه والله غير دارت لي طمينه نهار تيصير الوقت فازوا طوناج ولا واش بين لاش تاعي حنو انت روحي قابليني ونقابلك وشوفي اختي لا كاين واحد قدامك هكذا لو كان تشوفي هكذا قولي له قولي له قولك الشاديه كيفاش ما تنشعينيش ننظر لك واش بين لاش تاعي اختي 45 سنه اختي قطعتو رحمت ربي على الناس اللي في عمرهم 40 و45 علاش كنت قاطعوا لهم في الياس كان تشوفوا السوجي هذا شحال هايل اختي لو كان ما نلصقه لكم شو نعطيكم عبره ما نسماش انا فازو ما عطيتلك اللايف ربي بعد عليك العين حبيبتي فازو نبعث لك طمينه بعتي اختي حاجه اللي تحبي شوفي وحده بعت لي حلوه الطرك بعتي واش تقعدي تبعتي بعتي ما كاش مشكل غير الماكله هادو قاعدك ما عندي حاجه فادعوا لي بدلي امين يا رب العالمين اختي كوراج انا صبرت 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 ونلت واش معناتها تزعقي قالت لي مني تقول تزعقي ما نفهمش اختي كلمه تزعقي تزعقي مسما كي تقولي عليا مزعوقه ما عليش مستحيل تكون ثقيله واش معناتها ثقيله هادي من الصباح وما يقولوها مستحيل تكون ثقيله اختي انا بيان سور خفيفه شوفي شوفي من البارح وانا نقول لكم اش بها هادي تقول لي ثقيله قالت لك ثقيله مستحيل تكون ثقيله بعيد الشرط قال خليناه الكليك قالت لك ثقيله اخي كافيا يا اخي نهار كي تقول لك يوزنتني شاني نوزن انا اللي داروا الشفطه يوزنوا 70 انا اللي نوزن 70 اختي كولي الروينه ولا غير جبت بالكيلوات نتبع جديده مرحبا بك ما راكو تبارطاجيو ما راكو زمان ما تهضروا معايا كاع فاشيتكم بارطاجيتوش اللايف كاع اليوم ما راكو ديروا جام ما راكو ديروا بارطاج يسمى زكاره ثقيله يعني بالحمل اخ بعيد الشر يا ربي
ثقيله يعني في بريغنا يوكي يقولوها ثقيله. اخ اختي فسدوا كاع الشارم اخو على الشعب الجزائري علاه يا يما ما ربي ملمتيناش هاد الكلام علاه يا ميمتي علاش. اوه حنا في الجي بالكو غير انسنت او سي با بوسيبل 25 بريغنان او ماي جود على كلمة تقيلة فسدو كاع الشغم ياه. وهاديك حلت فمها روحي روحي انتي لهنا روحي روحي نقول لك روحي مالا روحي 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 جابك ربي ليا روحي 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 جابك ربي ليا روحي نقول لك واش معناتها هذه مستحيل تكون ثقيله معناتها كيما السؤال كيما قالوا هما اسمها كيما قال على اختي على جربتي وما كاين والو على اختي عندك خبره اختي بالك عندك خبره خبره هكذا سيتي وقال لكم الطبيب مستحيل اختي صافي قلتي بالك بالك جربتي اللي في بالي بالك ها بالك جربتي اللي في بالي بالك عبك بلي انقطع الخفيف وخا كي صافي تخمتيت بلي هكذا هكذا كيفاش راكي جات ميمي ميمي راكي تشوفي قالت لك مستحيل واش مستحيل اختي اخوي اخوك بونجور فازو بونجور ميمي قالت لك مستحيل تكوني ثقيله تقلتني ثقيله راني فهمتها اليوم اختي في حياتي ما نعرفش معناتها كلمه ثقيله حياتكم غمه نصيره على ما فهمتينيش اش معناتها ثقيله انا نفهم الثقل معناتها رفد وحط رفد يا وختي يا وختي يا وختي وروحي نقول لك انت اللي قلتي مستحيل تكون ثقيله واش معناتها اختي بالك جربتي اختي وقطع لكم قطع لك الياس الطبيب اختي بالك جربتي اختي راكي الدوزيام ولا التروازيام ولا الكاتريام وين وختي علاش جربتي وما كنتش على بالي وينك متاكده اختي وعدك وعد وخلف اختي انا كيما شوين قيلة ممكن تتقاس سقسي غيبا ما نقل ما نعرفاش اختي انا كنت لا تشيتشي انا كنت لا تيتي اختي عايشه في بالكور ونقرا في شومونوف وندير الهاندبال وهاد لي سوجي حنا عندنا كان عيب ومن بعد كي طلعت لوندغ في عمري 19 سنه عمري ما سمعت هاد الكلمه كلمه جديده عليا اختي حسبيني كبيره جديده عليا ما نعرفهاش انا نعرف غير رفع الاثقال هادي كلمه ثقيله وخفيفه ما نعرفهاش واحد ما يتصني ما نهضروش كاع في هاد لي سوجي سي فولغار احنا ما كناش نهضروا في لي سيجي نلعبوا الهوند بال دوكا الطفله في مرا 11 سنه تاع يماها تقعد قدامها تقول والخفف وجابت وراحت وهذه كاين كلام كارثي احنا ما نعرفوش والله غالب ما تربيتش هكذا يا ما يا ما راهو جاي هيدا تشهيت البرودة اللي عندكم بعيد على الحمل تشهيت البرودة اللي عندكم واحد البرودة يا اختي والله غير صافي بليزيغ كي هادي تشهيتيها ما عندي ما ندير لك شوفي شوفي الشجرة كيفاش تورى فريف وربي يعطيني على حساب قلبي دوك شوية يبداو يجيو المقنين دوك يجي المقنين الزين ايما راني بواحد الكلا ايما واحد اكو تشوفو اختي ها اختي فهمتش انت زعما دا قلت لك قلت لك كلمه ما نعرفهاش وزعما راكي تقولي ستوته وحنا نحبوك وكي تقولي ما نفهمش ثقيله وناس بكري ما نعرفهاش
ما نعرفاش. قولي عليا راجل، قولي عليا ما عندكش الانوثة. كيضلوا يقولوا ما عندكش انوثة ويقولوا عليك عيشة راجل، يقولوا عليك هكذا وهكذا. ما ضربتلكش في السلك، واش بيك انت يا وبي الوالدين؟ كان جيتي تعرفي صاحبي الوالدين احسن، ما تكتبي هذا الجورنال. كي نقول لك راه صممتي ما نعرفش معناتها كلمه ثقيله. بسيف حبيتي تقلي لي، ما كانديش هاد، ما تعلمتهاش. او بسيف حبيتي تعلميها لي، وعلاش نلعبها؟ وحنا نحبوك بصح انت يا دي كلمه ماشي تاع نسمع بك بلي انت مريضه. مريضه وروحي داوي اختي، ما تبعيني ما تحبيني، ما يشرفنيش تحبني وحده كيما انت. كيف زعما كنت تعلم كلمه معاكم زعما حاجه ما تعلمتهاش اختي؟ انايا عامله هكذا، انا عامله هكذا. تشوفي ولادي ما يعرفوش مام با بوليتيك. قيلي قال روحي شوفي بنتي لا تعرف بوليتيك. انت علمتي بنتك البوليتيك؟ تعلموها تقعدوا تستو في التليفونات، تقعدي تقولي لها روحي ديري هكذا. انا بنتي ما علمتهاش، مش ضروري نكونوا كيف كيف. انا في دارنا كنت نحكم الكابار، روح نعاود نولي لو مامو. نهار لحقت درت الكرون شويه تخطبت تزوجت ديريكت تطلع. ما نعمكاش اللي يتصرني، ما نعرفهاش هاد الكلمة ثقيلة. جاتك حاجة بيزار او بس قلت لك انتي زعما عندك محتوى، واش دخل المحتوى الشباب في ثقيلة ولا خفيفة؟ بنتي مريضة على بالكم، مرضتو مرضتو مرضتو. ناس العصر واش بيك؟ عندك خلل، عندك بروبليم مع ناس العاصمة، روحي حليه وحدك. او قلت لك ماشي كيما ناس زمان، وحنا نحبوك ومحتوى. واش دخل المحتوى في الثقل؟ واش دخل المحتوى في كلمة ما فهمتش كلمة ثقيلة؟ انا مانيش فاهمة. هادي كاع لي زالجيريان يقول ما نعرفهاش اختي، ما عنديش سيجي، ما علمتش بنتي نقعد نقولها الصباح راكي ثقيله ولا خفيفه، ما عنديش طفله ملي تنوض ويا تقل وتخفف ولا، ما عنديش سيجي ما نعرفش. ما تصرني حتى وحده، ما ملي تقول لي راني اونسيا ولا ما يقولوليش، ما جامي سمعتها. واش جاب سي بيزار؟ تبيزرتي تبيزري من الاول البارح وانا نقول لكم واش معناتها. مريضه انايا خي مرض يا خي. جو سوي كوم توا. هاي ليك اختي راه الصمامه ما نعرفها اختي، بس حبيتو تلصقوا. لو كان نعرفاني قلت علاش معاكم ما تعلمتش قش. كنتو تقولوا القش، انا ما نفهمش واش معناتها قش. قش حنا نفهموا قش، هذاك اللي يجي قش. انتو تهضروا قش حوايج، اقسم بالله ما نعرف. عندي عامين معاكم انتو قبل وليت نقول لكم قش قش قش. ضربت سوايع وعمرهم واحد ما زعف، كونطراري يحبوني ويموتوا عليا. علاش كنت جو ديروا في البوليتيك؟ ما تدخليليش في راسي. او انتو تقولوا حوايج قش، انا ما نعرفش قش. انا قش نعرفها القش تاع الدار ولا كيشرو داك قش وبسيف. خي القبقاب هادي ما تشو تبعينيش. كان ما في هادي عندك، كان عندك كان يا اختي خليها في الماضي. اختي كان عندي محتوى، دوك ما عنديش. واش راح ديري لي؟ ما عنديش محتوى اختي. بس جيبي لي محتوى، ركبيه لي، ديريه لي، ركبي لي المحتوى. خليناه لكم ليكم قلقيطي، خليناه لكم لاني قلت لكم راني مخليته لكم. ختي خي وجه البقبق الله يرحمها في الصيف ما نعرفوهاش نقولوا ولا حمل ولا بالكش. هايلي هادي تامني بربي، تامني بربي، تحاسبيني بربي. غير كلمه بالكرش غير نعرفها. هادي كلمة بالكرش من كثرت في جيجل هكذا فاكونس، وكانت تما ما نحكي لكمش هكذا. كانوا واحد اللي يجوا عندنا يخدموا واحد الخدامات، وكانت هكذاك مسكينة وطغيتني يقولوا هادي الكلمة. جاب ربي هادي كلمة تاع بالكرش نعرفها، بصح هادي تقل وتقل اختي ما نعرفش. كاين اللي نصطاقنيهم وكاين اللي ما نصطاقنيهمش. اختي ماتوا. الدقيلة سيدي في الجيروز راهي لافون. ما دخلناش اختي في الجيروز اختي. انا الجيروز انا كبرت 19 سنة في الجي ونفيت. نهار كنت 19 سنة ما يتبصرونيش يهضروا على الثقل وكاع. حنا كنت نرفد كابتك وولايتك، كنت نروح نونطريني ونولي. ما من الجمعيات تاع عماتي وخالاتي كيجوا في بيلكور يقصروا ما نقعدوش معاهم حنا. نقعدوا نخسروا نعرفوا نعرفوا كتعرفوا نضابيو. نقعدوا نطلعوا من التواقي راه جا فلان وقف فلان. وهذيك لابيريود كنت تعرفوا وقت الدراكاج عو يجي يقابل منا في التواقي هذاك اللاش تاعي. انا ما كنتش نعرف، انا من 15 تخطبت يعني انت عايشه ما كنتش نخمم على الثقل اللي تحكي عليه. الجيرواز ولا ليبيه ولا باكستانيه اختي ما يهمنيش. المهم هذه الكلوه الجيرواز ولا الجيروا ولا انا مام كي تربيت في الجي كنت من جماعه إيلاني لي غارسون اختي ما نعرفش. واش في هذه ما في هذه حبيت تدخلي لي اختي. ما يا اختي ما يا سيدي الفرونسي خليناه لكم ليكم. اكتبوه انتو، اهضروه انتو، اقراوه انتو. الانجليزيه اكتبوها انتو.
قراوها انتو. انا عندي جواز فرنسي وعندي جواز انجليزي اختي. هاد شوفت كلمه ثقيله ولا انتي تعرفي تقوليها زيدتي رجعتيها ثقيله اختي. انا ما نعرفهاش. خليني ما ديريليش لي بوفي تشالي، غنحكموني لي بوفي تشالي خلاص. الطبيب قال لي قولي خدي نفس عميق. السنه ناخذ عمس نفس عميق، راني حاسه بزاف الفيد. عاود نغلق باش ما نمرضش. نحو نجاب لي ربي، نحو نضربو دارة مع صحاب الانستغرام شوية، نضحك كيما نحب اختي. انا انسانة نضحك، ما عجبكش الحال خطي راسك في الحيط. ما نضحكيش، حبيتي بسيف ديري ولي تيكي كي تكسري في راسك. انتي راك نكوبي هذا اللايف، نكوبي لايف تخرجوا ناس دوكا اللي راهي في خدمتها. فازوا نحبوك، فازوا نقعد لكم عقدة. العقدة الكبيرة هي فازو، تفهمي شنو معناتها فازو؟ هي عقدة حياتك اختي. ما تعرفيش بصح ما تضحكيش على شكون هاد الناس اللي نضحك عليهم؟ واش دخل كلمة ثقيلة في الناس اللي تضحكي عليهم؟ جاية بوليتيك هي النمامة. دوك ندعي فيك، وكي ندعي فيك الدعوة تاعي دوك مستجابة. فهمتي؟ يا اختي وجه الشر، يا الجالوز، يقعدوا يحبوني ويعشقوني جوسكا لامور. موتي موتي نضحكي. قالت لك ما تعرفيها بصح ما علي ما ضحكت بالسيف، حبيتو ترجعوني نضحك علي ما نضحك. سي غير فوالا يا عليك ما شاء الله عليك، نحبك ونحترمك برشا. ربي فيروز قالت لي نستاس هاي تبعت في الزيت. قالت لي هاكي باش ما تستريساش فيروز. هاي السنة رجعت لي الروح خلاص. هيا ألف إطوال من عند فيروز. هيا صافا خلاص فيروز بعتي لي ألف إطوال خلاص، هاي رجعت لي الروح. شوفي الناس اللي يعرفوا ألف وميتين، هاي ما حبستش فيروز بلي زيت ولا. هيا صافا هيا كي عرفتي لي فيروز خلاص. راح ستريس. ألف وربعمية إطوال اختي من عند فيروز. ها هاي فيروز قالت لكم خلاص اخطوا فازو طرونكيل. او راح 1550 ايطوال هذه من عند فيروز، وما حبش تحبس براس اوي جديده وراس يما غير جديده في لي زيطوال، تبعت غير بال 50. هاي 1750 براس صما. قالت لكم فيروز مانيش حابسه اليوم حتى نلحقهم ال 2000. فيروز قالت لكم راني في 1900، لو كان ما نلحقش 2000 ايطوال الفاز ونبلع لكم فمكم ما نسماش. زولا ما قالتش نضحك عليهم، قالت ما نعرفش كلمة ثقيلة. ربي يحفظك اختي العزيزة، ربي يحفظك زول فهاكي. شتي اختي تبلاوني اختي، ما درت لهم والو، قلت ما نفهمش كلمة. قالت كاكي الضحكة ايش هذا الشيء ولي على بالك؟ عندهم عقدة، هما عندهم عقدة. اسمي عندكم عقدة مع صحاب الجي، انا ما يهمنيش، انا راني عايشة في لندن اختي. شوفي الشميسة، شوفي اختي وين راني عايشة انا اختي. أنا عايشة في لندن أختي، ما راني معاه تاع في ألجي، ما داروا جو سوي ألجيرواز، كبرت وزدت وتربيت وجيت لهاد البلاد. صحاب ألجي ما داروا فيا الخير، وصحاب ما شمو ما داروا فيا الخير. أنا ما شفت الخير من حتى واحد، أنا هبطت لألجي داروا فيا اللي ما يندارش. هادي قناة الأرضية تاع الجزائر وداري فيا، واش دخلك طلابة ولا ماشي طلابة موتي. فهمتي زينة؟ ألو خلي البير بغطاه. هاي قالت لكم فيروز موتي، قالت لي قلتي عليها طياب طلابه عايزه تبعتت. اقسم بالله غير زكاره فيك 2050 ايطوال موتي. هاي بعثت لي طرونطورو مع الصباح اختي، قسما عما القضيه انتو كاني راح نقضي. موتي طلابه اختي، من لين نض وانا نطلب. والله غير حكموني لي بوفيت شالور. دوك خرجت شوفي البلاد هذه كارثه، وحق الله غير سخنت. وراس يما العزيزه شوفوا كيش خرجت الشميسه اختي، شوفوا كش خرجت الشميسه اختي. شوفي شوفي اختي، شوفي الله الله ما شاء الله، شوفي الشميسه كش ضربت في وجهي. شوفي الحمد لله يا ربي، نعمه يا ربي، الحمد لله اللي بعدتني على كل شيء يا رب. الحمد لله يا اختي، كل واحد يزعجني ان شاء الله ربي يبعدهم كاع عليا يا اختي. لا لا بصح هكذا يضربني الهواء، نعاود نلبس. شتي كي تكوني هكذا تولي ما عندكش كاع واش كي حابه.
فازو لاس لي جالوس بارلون. انا اختي لالا بصح بصح بالسيف حبوا يديروا لي قضيه راي عام اختي، بالسيف زعما يحبوا يديروني بلي نضحك على الناس. ما كاش وحده في حشوشه مع الناس كيما فازو اختي، ما كاش وحده تبعت لي في البريفي وتسقسيني على حاجه وما نجاوبهاش ونصور لها وندير لها. هادو ما فيهمش الخير من 2012 وانا نضرب عليهم لي روسات دريساج تاع الطابله. بصحتك ما ربي يحفظك فيروز، ربي يعوضك ان شاء الله. اي جايه زعما يديروا لي تيكي تضحكي تتمسخري بالناس، فاش راني نتمسخر؟ فاش راني نتمسخر؟ انا ما شفت الخير ني هاك ني هاك، غوشي دروات، بصح جو سوي الجيروات بنت الجزائر، نقطة إلى السطر. آمين يا رب العالمين. تواضعي للناس ما تكونيش لازم نكون لتحت اختي. سنين نبدا نقول لك راهم جاو صدموا عليا، راهم جاو نحاو لي حقوقي، ما نقدرش نكذب عليكم بهاد لي فيلم. باسكو هنا راكي في بلد الحريه اختي، ما كاش اللي يقدر يدنا لك هنا ابدا اختي. وما الضربه تاع الكوفيد لدوكا ولاو متساهلين شويه، تقولي لهم تقولي لهم هكذا ولادي راهو صاري فيهم وصاري فيهم، يقول لك قاردي ولادك عندك، حنا نزيدو نعطو لك وقاردي ولادك، دي ولادك علينا، دي ولادك. هذيك بكري انا هذيك نهار بكري كي كنت الجوف الاول تعرف يديروا لك هكذا لي كاغيس، نهار وقت الغفله 24 سنه 24 years ago من 24 سنة افون كانوا هكذا يديروا على الدراري. دوكا يقولوا لك رفدي جطاتك وروحي رفدي ولادك، انا نزيد نخلصك ودي ولادك علينا. هاد الحكاية تاع ولادي ولادي صارت دي موضي اختي، فهمتي عمري؟ يحبوا الطفولة بصح لو كان يصرى واش يصرى، يلصقوا لهم هنا وما يدناولكش لولادك. الدولة خلاص مش سامعين كاع بيك نتي ولي سيجي تاعك هادو، ديهم ودي حكايتك وروحي اختي. عن بالك الانجليز فارغين لك شغل، يجوا هكدا يحوسوا عليك وكاع. انا لو كان دوك نعيط لهم نقول لهم ديرونجاني البا ديرونجاتني هاد الشجره، يجوا ينحوها اختي. انتي مريضه، انتي مريضه حنو، انتي روحي دي حكايتك وروحي. الحكايه هادو ولاو دي مودي. اقسم بالله العظيم ما تكزيستي اختي، ما تكزيستي سان اكزيست با والو 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 والو. هاد بوست بوليس ما يتلاقاوش بيك، ما يتلاقاوش منك مام با. تقدري انت تعيطي لهم تقولي لهم جاتنا بعوشه قدام الباب، راكي عايشه 25 سنه قانونيا نعرف كلش. تجي هنا قدام الباب تقولي لهم عندهم بعض هادي طونوبيل تاع لابوليس تجي عندك نورمال قدام، دوك نعيط لك نجيبهم لك دقيقه دو مينوت يكونوا كاش حومه ما يدوروش فيها لابوليس. عيطي لهم قول لهم برك حكمتني فيلم صغيره وجاني ستريس هكذا خفيف خفيف، يجوا عندك قلوا الباب للباب يجوا لعندك. هذه حاجه عاديه نفهمك حكايه توام. عندي زوج دراري زوج بنات، زوج دراري زوج بنات، هادو هما ما قدرش نكتب لكم تريبلي فريبلي ما تعرفوا ولا تفهمولهاش. عبوش وحده بنت فاميليا وعندها محتوى ومربيه يحوس السوسيالات يحبوا منهم. ايه ماشي جات غير في هادي، يحبوا انسانه هكذا كيما انا لازم يدخلوها في العفن. احنا رانا نقصروا، انا قلت لكم هاد لي سوجيات كاع تخرجوا بهم محتوى شباب. انا هذا الشيء كاع اللي نقدمه محتوى، برك انتم مازال ما مركتوش. عجبتني نتاع الشجره وحق بيت ربي، عجبتك تاع الشجره ايه. دوك نقول لهم هكذا عفسه صغيره برك وليدي راح جا خارجه وخبط الباب تلقايهم قدام الباب، ما كاش اني تايم عيطي لهم. تغلطي خطره زوج ثلاثه اربعه تولي في مشاكل كحوله. هادو هما الشرطه سون بيتي محترمه ما يقدرش في فرنسا واعرين. اخ في فرنسا كي يربط لك يدك يحط لك راسك فوق يضربك ديرك في الباربريز. فرنسا واعرين اختي انا باسكو نعرف كاع فرنسا يرفد لك راسك هذاك الشرطي يعطيه لك في ديجا كي يحكموا كالجون هكذا يربطوه يعطوه ديريكت في الواسمه. هنا لا لا هنا طابيروج، هنا كلش طابيروج من كثرة ما تجيحوهم رجعوا يدحتحوهم. تحيه والله غير حسن جو مو سون بيان كي نفتح معكم لايف ونقعد نقصر. انا نضحكوا في رحبه لاباس بينا. انا جديده معك فازو تعجبيني بزاف ما شاء الله، شرطره نقيه مثل الجزائر احسن تبتي. ربي يحفظك اختي والله ما حد ما يقدر يدير كونتخير.
كنا راح نظهروا في جميع التلفزيونات يا اختي اصحاب المحتوى المندوب والصلغيارات وكاع ما خلاونيش حق العهد وربي شاهد غير كنت راح نظهر معكم رمضان كاع وفي التمثيل وحبوني نمثل بصح يا كون نساهم هما اللي يحكموا في الجزائر نساو الكبارات وداروا عليا مساك حلا اختي كنت راح نقابلكم في التلفزيونات بصح داروا عليا ميسا كبيره اختي وخليها لربي صافي طلعت دوكا ديسيديت نقعد فازو تكزيستي فازو لي ديليس دو فازو البرنامج تاعي كان راح يكون انا وبنتي في كوزينتي كان عنده عامين هو يتجهز الداوه خلقوا كاشو الداوه داروا رايهم المهم انا نقول لهم دز فيكم ماشي سامعه بهم كاع واخر اخر معامله مع الشعب الجزائري في الجزائر صحاب الخربيش هادو تاع المحتويات انا محتويات تاعي دوك فيسبوك قصره السوشيال ميديا وعندي ولا غير فيرجين غدوه يجوني على 8 غدوه يجي يبدلوا لي كاع من 8 ل 1 غدوه نبعثوا لي تاع بدلت الانترنت في الدار شوفوا الانترنت هنا كنت نخلص عليه 22 دوكا راح نولي نخلص 48 نولي نخلص 140 راني دايره طوب كاع باش ما يزيدش كاع يجيني تخرخيش فيه لو كان ما يديروهليش مليح غدوه ندخل فيهم صح كاينه صح كاينه في استراليا واش قلتي كاينه منها بلاد النيضة بلاد هنايا هنا توحدي ربي هنا في هذه بصح ولاو هذيك ما ولاش عندهم هذيك باسكو بكري كانوا الطفوله يشوفوها حاجات بزاف 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 يحلوا الناس باش يولدوا دوك اختي من نهار جاونا هذوما الاكراد وكثروا بزاف هذوما ولاو لي يجي سينيل ولي يجي ريفوج بكري ولا ما حيتلقاي ريفوج تلقاي والله ما تلقايهم بزاف دوك تلقاي هاد لي ريفوجي من جميع ورا كاع الحقوق علاش خرجوا من لونو خرجوا هاد علاش هاد الشوفات هادو لي غوما هادو الودني خلط الشر يولدوا لهم بالعشره الو خلاص هذيك زعما يقول لك مدنا ولادهم عيطوا لولادهم جاو يدوا ما تكزيستيش اقسم بالله ما تكزيستي هادو كانوا تشايلد كير كل خطره يجي يحموا عليك كل جاي يجي زعما يسقسوا على الدراري في المسيد يسقسوا على الدراري في المسيد وكيكون اهمال من عند الام ولا من عند الاب ولا لا شافوا على الطفل هذيك يمشوا انفستيجيشن بصح هادي تاع زعما عيطوا وداروا انا داروها لي انا داروها لي انا حاجة الاولى كي داروها لي عيط لهم ضربوا معايا ساعه في تليفون ولادي بنتي في عمرها 24 سنه وليدي في عمره 21 سنه عايشين معايا في الدار كيفاش عنده وليدي صغير عنده بروبليم مع امه ما تكزيستيش اي واحد يعيط عندك بروبليم ما كاش منها ما تقدرش واحد على بالهم باللي اتهامات صاغس اتهامات الطفل تاخذي من تاخذي الرسمي عليه الاولاد تاخذي الرسمي من عندهم في المدرسه في المسيد يجيبوا الرابور كاع عليك اي كاين واحد اللي يقدر يشكي بالدراري في هاد البلاد اي واحد يقدر يشكي بهاد الدراري هي المدرسه ما يمنوش اي واحد زعما ما مجارك تقدري تقولي عندي عنده حسيفه معايا هذا هو الرد الوحيد عيطوا ما بلد الادله اختي عيطوا في التليفون يجي يقولوا فازوا تروماتي ما تكزيستيش كاع ما بوسيبل تكزيستيش عندنا هذا القانون ما يكزيستيش كاع هادي زعما تيليفون ويعيطوا ويقولوا لك كارثه ما تكزيستيش اختي ما تكزيستيش وشكرا راني عطيتك المعلومه ما زدتش هادو ما كلشي جيات نقصرهم في الانستغرام نسقسيك اسكو طبا مطلوبين في بنتي طبا هنايا في فرنسا تروحي تخدمي تكوني طبيبه في الجزائر لو كان تروحي لفرنسا يعاودوا يديروا لك ما تكزيستيش كايتك ديبلوم ولا واسمو اللي قريتي في الجزائر تعاودي تقراي من الزيرو اخرتها تخدمي في اس او اس والله ما تخدمي طبيبه لا كنتي مبعوطه طبيبه من الجزائر طبيبه لفرنسا بصح زعما كي تروحي وحدك بكوارد تقدر ديري كوارد فيزا وتحبي امبوسيبل تعاودي القرايه من الزيرو بصح الطبيب اللي يكون مطلوب هذيك حاجه وحده اخرى ما تقدريش حنونتي لازم تعاودي من الزيرو يا ربي كندا وكاع هما معروفين مطلوبين بصح خص تعاود تقرا هاي لك مطلوبين في فرنسا بصح خص تعاودي تقرا وبراس الصمان انا عارف من بكري دوك بالك تبدلت بكري كانت مستحيل تعاودي القرايه يكون عندك ميدسين كاع براس الصمان وتروحي لفرنسا ما تقدريش تلقاي خدمه بالميدسين بالواسمو هذاك الدبلوم تاعك فازوا الحم فوق 40 واعر كانت يمو جبتو كان في عمري 40 اختي جبتو كنت طب وماشي سامعه كاع بالدنيا ثلاث شهور كنت في اسبانيا نعوم وديتو معايا شهر ولدتو في جوان في اوت كنت في اسبانيا مقلبتها جينيرال
واكي شتيني قدامك، واكي شتيني سبورتيف الحمد لله لاباس بيا. هاني بزاف عندي سمحوا لي. هكذا الحباب مانيش حابه نكوبي لكم هاكو بواسمو، بصح تهلاو في روحكم كل حاجه يكون جديده. واسمو رانا نلقاو روحنا نقصروا دوك شويه، نزيد نفتح لكم لايف في الانستغرام نقصروا فيه. خويا الياس ربي يحفظك كيف الحال، رانا هاد الايام تعيشوا سيو ايفيتي وديروا كومونتير باسكو رانا فريمون سيجي تاع نسا خو. لا اذا عندك الفرصه خويا وكذا وتكون وليد فاميليا ما تدخلوش في هاد الحوارات تاعنا رجال، باسكو فريمون رانا انتيم، رانا شويه انتيم خو. دوكا النساء راهم قاعدين في الدار بالك هم كارهين روحهم، انا داري نقيه بصح عندي دوغتواغ اما راكدين اما راكدين اختي باتو صهانين السنيوه تاع البارح رحاوها، غسلت موعناتي من قبيل وجيت فتحت نقصر معاكم كاع راه مراكدين عندي. صافي قريب تلحق 12 دوك نروح نشوف مع لولو. طلعوا يا خو ديجا جبت 12 مستحيل، ديت الطفل المسيد وليت ورحت عند الطبيب وليت صرات هاد الشيء كاع. ما تقولوا لي زز سوايع لايف معاكم. اه اتهلاو في روحكم بقاو على خير.